Bueno, primero dar la enhorabuena a mis jugadoras por cómo han competido el partido. Creo que ha habido dos partes bien definidas. La primera parte hemos competido y hemos jugado bien y la segunda parte la hemos competido. Sin embargo, el juego ha ido más para Túnez. Sacar un resultado positivo, meter goles fuera, dos goles fuera, es un buen resultado, pero ni mucho menos lo tenemos hecho. Tenemos que ir a casa y ir a ganar el partido, que es lo que sabe hacer Marruecos. بون الحمد لله على لا فيكتوار. احنا فرحانين بها بزاف في ظل الظروف اللي لعبنا فيها. التيران كان صعيب شويه، ما قدرناش نابوزيو السي الجو ديالنا، مي الحمد لله يعني تعايشنا مع الظروف وقدرنا الحمد لله نربحو. دابا احنا دزنا يعني البروميير با درناها، دونك باقي لنا ان شاء الله الدوزيام با اللي غادي تكون عندنا في التيران ديالنا، اللي غادي نكونوا مرتاحين اكثر وغادي نكونوا غيكون معنا الجمهور غادي يعاوننا ان شاء الله. بون حنا دابا غادي نقدر نساو هذه المقابله، ناخذوا الزوين اللي فيها ونركزوا على الحويجات اللي درنا خايبين ما نعاودوهمش، ونبريباريو الماتش ديالنا ان شاء الله اللي كنتمناو اننا نلعبوه بواحد التركيز عالي وواحد الاريحيه اكثر ونثقوا في راسنا اكثر باش نقدروا نامبوزيو سي الجو ديالنا وناخذوا البطاقه العبور للدور الاخير ان شاء الله. هادشي اللي كنفكروا فيه دابا.